أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركاً بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. رفضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة بانكور للعملات الرقمية ومقرها إسرائيل، حيث حكم قاضي المقاطعة الأمريكية ألفين هيلرشتاين يوم الاثنين برفض دعوى ضد المتهم، مشيرا إلى أن المدعين فشلوا في ادعاء الخسائر. كما ألغى القاضي جلسة المحكمة الشفوية المقرر إجراؤها في 4 مارس 2021 ليصدر حكما لصالح المتهمين. يشارك البنك المركزي الهندي في اللعبة بالعملات الرقمية، حيث يستعد البنك الاحتياطي الهندي لإطلاق عملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي. ووفقاً لبلومبرغ، أعرب محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس عن إنشاء روبية رقمية كمحور تركيز رئيسي للبنك المركزي، على الرغم من عدم وجود تاريخ رسمي لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي. طالبت شركة إكستشينج المستخدمين بإعادة البيتكوين المشترى مقابل 6000 دولار أمريكي أثناء حدوث خلل تقني، حيث أدى وجود خلل واضح في PDAX إلى انخفاض أسعار البيتكوين مؤقتاً بنسبة 88% وتعليق التداول. وعقدت البورصة مؤتمراً صحفياً أمس لشرح ما حدث. كشف متصفح الويب برايف الداعم للعملات الرقمية عن خطة لمحفظة جديدة تتميز بداكس بالإضافة إلى وظائف NFT، كما سلطت الشركة الضوء على رغبتها في دمج وظائف التمويل اللامركزي في محفظتها واستكشاف حلول التوسع للمشروع. بدأ سهم تسلا في الانخفاض في أواخر يناير متسارعاً بعد إعلان إيلون ماسك شراءه للبيتكوين، حيث فقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تاجه باعتباره أغنى رجل في العالم إثر هبوط في أسهم شركته، حيث يعتقد بعض المحللين أنهما مترابطان. لم تقبل الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البيتكوين في لوحة العرض، حيث صرح متحدث باسم الكنيسة أنه من غير المرجح أن تطلق الكنيسة عملتها الرقمية الخاصة، وإن الكنيسة التي تمثل الدين السائد في روسيا ليس لديها خطط لقبول التبرعات أو العروض بالعملات الرقمية. تبرع جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر بواحد بيتكوين إلى برينك، وهي مجموعة غير ربحية تركز على إطار عمل بيتكوين التكنولوجي، حيث كانت قيمة البيتكوين أنذاك تبلغ 46824 دولاراً أمريكي. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. إذا نال هذا المحتوى إعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيداً من الأخبار ومزيداً من الفيديوهات التعليمية المجانية.